السلام عليكم. السلام عليكم أزول في اللون خوتنا ونالجري. السلام عليكم. هذه فيما يخص وفاة قايد صالح، وفاة القايد صالح، ولم أعلق عليها يعني ما لما سمعت الخبر، لأنه كل خبر كان سمعته البارح بالليل، لكن لم أعلق عليها الصبح. فتقول لي لماذا لم تعلق عليها؟ لأنه ليست له أهمية، كل نفس ذائقة الموت يعني، لكن هي مسألة من يترك صورة له أحسن يعني، ليترك صورته حسنة في المجتمع. ما معنى ذلك؟ الإنسان ليتفهم الشعب، الإنسان الذي يحب شعبه، الإنسان الذي يحترم إرادة شعبه، هذا الذي يعني يحزن عليه وتقوم له الجنازة بقيمة الرجال. لكن الناس اللي تآمرت ولا تخابثت ولا خانت العهد وأفسدت وكذبت لمدة 60 سنة، لا، ليس لها أي اعتبار. لما تموت فلا اعتبار لهم، يذكرون رجال ولا تسامح. الإنسان لحق، يأخذ في الدنيا يأخذ في الآخرة، والحساب أعمال. إذا كان عندك أعمال صالحة تلقاها صالحة، لكن إذا كان يشهد فيك الشعب أنك كنت فاسد، فماذا مصيرك؟ بينك بين خالقك، هذه سيطونة خلافاق كما يقولك، بينك بين إله، بينك بين سبحانه. الجزائر لا تحزن عليك، لكن كما قلنا يفو أفونسي حتى إن شاء الله الجزائر تسقل. وبما أنهم يعني كلهم متآمرين على الجزائر، راحوا حطوا شنقريحة هذا في أقل من 24 ساعة. شنقريحة أنا كنت نقول له، يعني هو واحد من الجماعة. إذا كانوا يريدون يعني الخير للجزائر، إطلاق سراح كل أصحاب الرأي السياسيين، إطلاق سراحهم، لأنهم أسرى عند حكومة طاغية، حكومة عساكر. لكن الثورة تاعنا لازم تكون سلمية دائما لكن تصاعدية، لأن يموت واحد منهم ويخلفوا آخر، لا نريد ذلك. نريد إقامة جمهورية، إقامة الديمقراطية، إقامة دولة العدل والقانون، لا دولة الأنظمة. يسقط النظام ويجي نفس النظام يخلفه إنسان آخر. هذه يعرفه، هذه لو يكون يعني عند الإنسان عقل يفكر، هذه هي آخرة طغاة. مهما طغيتم، مهما أفسدتم، مهما سرقتم، مهما نهبتم، لكم يوم لو ما يكونش في الأرض، محاسبة في الأرض بحكم عادل، يكون حكم إلهي. وأنتم تفتكرون أنفسكم أنكم أرباب تموتون في هذه اللحظة، فخذوا العبرة، خذوا العبرة من جيرانكم الطاغي الفاسد، كيف يلاقي ربه وهو القاتل السافح السفاح. هذه لازم تعرفوها. والثورة لا توقف، لأن نفس النظام هم ماشيين في نفس الخط، وإحنا لنا خط. وقال فوتالي جوسكوبو، هذا قايد صالح هو اللي قاله، فوتالي جوسكوبو. شوف إن الله موجود، تومبو يكوبي، ربي حبس لك، فوتالي جوسكوبو جوسكاو تفالي. هذه اللي بيتها نقول أخوتي. والثورة مستمرة حتى يستقل الجزائر استقلالا خالصا، استقلالا كاملا،
من الفرنسيين والتبعية هذه تاع فرنسا. وخليكم متحدين حتى لا تسقط الجزائر بين أبناء الحركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.